اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه مره تانية. الجيل اللي ما عاش كوره التسعينيات واوائل الالفيه الجديده ما يعرفش كتير عن اي سي ميلان، للاسف شديد بقى بعيده عن المشهد، لكن الفرقه دي كانت تقريبا مسيطره على القاره العجوز، يعني في فتره من الفترات كانت حتى الاي سي ميلان ببطولاته متفوق على الريال، لولا نطلع من حسابات ال 15 سنه اللي فاتت كان تقريبا في كل بطوله تشامبيونز ليج كان الاي سي ميلان هو المرشح الاول لو ما كانش هو اللي فايز بالبطوله، كانت كتيبه الحقيقه مدججه بالنجوم سيطرت على سماء القاره الاوروبيه لسنين كتيره جدا. معانا واحد من نجوم الاي سي ميلان، والحقيقه ومش بس لاعب للميلان، لاعب كمان لفرق كبيره زي باريس سان جيرمان ولعب لفريق زي موناكو. ماركو سيموني هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس، ونرحب بيه طبعا على شاشه الاهلي. الخير لحضراتكم ولكافه المشاهدين والمحبين النادي الاهلي. طبعا برحب بيك معانا، وبداية قبل ما ادخل في التفاصيل والاسئله والموضوعات اللي هنتكلم فيها، انا بس لفت نظري الباك جراوند والكم الكبير من الكؤوس والميداليات اللي موجوده في الخلفيه بتاعتك، فلو ممكن تكلم تشرح لنا اكتر او تدينا فكره عنها. هذه كؤوس حصلت عليها على مدار عملي كلاعب لكرة القدم على الأخص في فريق الميلان وكذلك فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو. أنا كسبت 21 كأس مسابقة محلية ودولية، وكذلك لعبت في أربع مسابقات تشامبيونز ليج وكسبت منهم اثنين، أربع مسابقات قارية وكسبت منهم أيضا اثنين، وأربع دوريات لإيطاليا وكذلك لموناكو وكذلك للمسابقات المحلية لفريق سان جيرمان أيضا. طيب قبل ما اتكلم معاك على الميلان طبعا على وجه التحديد وعن بطوله الدوري الايطالي قبل انطلاق الموسم الجديد ليها او في بدايه انطلاق الموسم الجديد ليها، خليني اسالك لانه عندنا معلومات بتقول انه انت عرض عليك او اتوجهت ليك واحد من الانديه المصريه وعرض عليك التدريب في المسابقه المصريه، ايه صحه المعلومات واذا كان من الممكن ان انت تدينا تفاصيل؟ نعم، أنا دربت في فريقان في المغرب وتونس، فريق الأفريكان الأفريقي وفي تونس والشباب في المغرب، وهذه الأعوام كان هناك أيضا تواصل مع نوادي مصرية حيث كنت أود أن تكون لي أيضا خبرة مع الكرة المصرية لأنه بلد أحبه كثيرا والكرة المصرية متميزة وهي قد تكون إضافة كبيرة لي أن أكون دربت في مصر، وأعرف أنه في هذه اللحظة لاني اتابع اخبار الكره المصريه هناك بعض الفرق التي تطلب او تبحث عن مدربين ذو خبره، وانا بالتالي اتابع هذا الموضوع. نتمنى طبعا ان احنا نشوفك واحد من انجح اللعيبه مع الميلان، ونتمنى ان احنا نشوفك في الدوري المصري. خليني اروح للدوري الايطالي، والحقيقه هبتدي معاك مع رايتك او توقعاتك لبدايه وانطلاق الدوري الايطالي السيزون ده، هل تتوقع انه يكون موسم مختلف؟ امبارح بدأت المسابقات ورأيت أن اليوفنتوس كان يلعب بقوة حتى وإن كان المدرب أندريا بيرلو الذي لعب معي لمدة سنين متتالية في الميلان، إلا أن يوفا هي الفرقة الأفضل، وأعتقد أن هذا العام سيكون بعض الصعوبة لهم ليفوزوا بالمسابقة لأن هناك العديد من الفرق مثل الإنتر والميلان التي تقوت أو زادت قدرتها في التنافس، ولكن وبالتالي أرى أن لن يكون بالنسبة لهم سهل الفوز بهذا الموسم. أعتقد ويمكن كنت بتكلم في البداية أنه لسنوات طويلة جدا قدر الميلان يحقق نجاحات كبيرة على مستوى القارة الأوروبية، مش بتكلم بس على مستوى الدوري الايطالي، بتكلم على الجيل بتاع اندريا تشافيتشينكو، ديدا، باولو مالديني، سيدورف، بيرلو، اندريا بيرلو، وانت كنت من ضمن الكتيبه دي. من وجهه نظرك ايه سبب التراجع الكبير اللي حصل للميلان في السنوات الاخيره؟ والميلان محتاج ايه عشان يقدر يرجع تاني لنفس القوه ويقدر ينافس على البطولات الاوروبيه؟
تراجع الميلان هو شيء حدث للعديد من النوادي الكبرى، لأنه على مدار عشرات السنين كنا اليد العليا على مستوى العالم، ولكن هذا الميلان الذي لعبت له والذي كان أقوى فريق على مستوى العالم، إلا أن هناك دورات عديدة كثيرون من اللعاب من اللاعبين الكبار تركوا الفريق، وعلى مدار السنوات الأخيرة كانت هناك مشكلات بالنسبة للميلان على المستوى الاقتصادي، حيث أن لم يكن هناك التنافسية العالية العالي التنافس يعني حين أراد ميرلوسكوني أن يبيع الميلان فقد الميلان قواته لاستقطاب اللاعبين الكبار الذين دائما ما لعبوا للميلان. هل تعتقد أن سيطرة اليوفي على لقب الدوري الإيطالي لأكثر من موسم متتالي ساهم بشكل من الأشكال في أنه شعبية أو جماهيرية أو قوة البطولة الإيطالية تراجعت على مستوى العالم؟ لا لا أعتقد، حيث أن اليوفي كان لا اشتغل كثيرا على تطوير الفريق واكتسب الكثير من الاهتمام على مستوى الكرة العالمية، وأقول وأن هناك أكبر واحد من أكبر ثاني واحد من أكبر اثنين لاعبين في العالم مثل رونالدو هو يلعب لنا، إلا أن مشكلة المسابقة الإيطالية على مدار العشرة سنوات الأخيرة مثل يعني ما رأيناه مع الميلان وإنتر وروما والنابولي هي بسبب إداري. كيف يمكننا إذن أن ننظر إلى المستقبل؟ هو سؤال مهم، ومن هنا نرى أن اليوفي كانت تقوم بتأسيس المستقبل بشراء لاعبين كبار، وهذه هي المشكلة التي كان عليهم أن يواجهوها على مدار العشرة سنين الماضية. طيب أنت ليك كان تجربة في الدوري الإيطالي مع الميلان، وأعتقد أنها تجربة من أنجح التجارب، وتجربة أيضا في الدوري الفرنسي لعبت لباريس سان جيرمان ولعبت ليون. على الرغم من الكلام أو المقدمة اللي أنت كنت بتتكلم فيها أو إجابة السؤال اللي أنت قلته دلوقتي، إلا أنه الأندية الإيطالية تقريبا كلها أو معظمها بقى غايب عن المنافسة على البطولة الأوروبية أو البطولات الأوروبية المختلفة، مع كامل التقدير لفريق زي اليوفي المسيطر على البطولات الأوروبية ما قدرش يحقق حاجة في الشامبيونز ليج، تراجع كبير جدا للإنتر، تراجع كبير للإيسي ميلان، غياب لإياس روما، فين الوجود الإيطالي من وجهة نظرك في المسابقات الأوروبية؟ أعتقد أن المشكلة كانت أن النوادي الإيطالية غيرت طريقة اللعب وطريقة نظرهم إلى الكرة من خارج إيطاليا، وبالتالي أدى ذلك إلى تأخير نسبة لما تقدمه الكرة الإنجليزية والأسبانية. ولكن يجب أيضا أن أقول أن على مدار الخمس سنوات الأخيرة اليوفنتوس إن لم أخطئ تقدم إلى نهائي الشامبيونز ليج، وكذلك وصل في مرحلة أخرى إلى السيمي فاينل، وهو فريق كبير لا نريد أن ننكر ذلك، وبالتالي هو دائما نتمنى له أفضل وجود في الشامبيونز ليج. باريس سان جيرمان قدم أكثر من موسم استثنائي، يمكن السنة دي نجح في أن هو يصل لنهائي دوري الأبطال، خسر قدام البايرن، ولكنه فريق يملك كل مقومات الفوز بالبطولة. من وجهة نظرك كلاعب في الفريق سابق وكمدرب حالي، ايه اللي بيحتاجه فريق زي باريس سان جيرمان عشان يقدر يعني يفوز بلقب دوري ابطال اوروبا؟ أنا أعتقد أن باريس سان جيرمان هو مقدر له أن يكسب الشامبيونز ليج، لأنه منذ سنوات عديدة هو أكبر الفرق على مستوى من أكبر الفرق على مستوى العالم، ولكن المشكلة الكبرى هو أن على الناس أن يتفهموا أمر ما، حيث أن الثمان فرق الأخرى الذين يتبقون هم دائما أكبر الفرق، وبالتالي ليس من السهل أن الفوز باللقب. أنا أعتقد أن باريس سان جيرمان يعني حاليا أو لاحقا
لاحقا سوف يصل إلى اللقب، لأن لديه لاعبين أقوياء، وأعتقد أنه أيضا لديه الهجوم الأقوى على مستوى الأوروبي مع نيمار وفامبي ودي ماريا. ولذا ما أرى أن حاليا أو مستقبلا هو نادي قادر أن يحصل على الألقاب الكبرى وكبرى المسابقات. بما أن احنا بنتكلم على محمد صلاح، فأعتقد أنه تألق صلاح في فريق اي اس روما كان سبب للفت الأنظار لي، وكان بداية نجوميته الحقيقية في العالم كله، مش بس في الدوري الإيطالي أو في أوروبا. من وجهة نظرك إزاي ممكن تجربة محمد صلاح تتكرر مرة تانية مع لاعبين مصريين، وإيه تقييمك لمشوار محمد صلاح لغاية اللحظة؟ في مصر هناك العديد من المواهب واللاعبين ذو الثقل، ولكن المهم هنا بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في مصر حاليا أن يكون لديهم الدعم الفني والخبرة بداية من مصر حتى نستطيع أن نرتفع بهم على مستوى التنافسي، ومن هنا يمكنهم الوصول إلى أوروبا، لأنه طريقة العمل في أوروبا أيضا هي طريقة مختلفة ولكنها بناءة أكثر لمن هم ذو مواهب. صلاح حين وصل إلى إيطاليا أرانا موهبة فائقة، ومن هنا بدأ النمو على مستوى التكتيكي ليس الفني، لأنه هو لاعب على مستوى خارج المنافسة على مستوى العالم، ولكنه حين وصل إلى إنجلترا وصل جاهزا كلاعب، لأنه لعب في إيطاليا وأن يكون عاش الكرة الإيطالية وصل به إلى مستوى يجهزه إلى أن ينتقل إلى المسابقة الإنجليزية. وبالتالي كان مهما لصلاح أن يلعب أولا لإيطاليا، وأعتقد كذلك أن هناك العديد من المواهب الموجودة في مصر التي يمكنهم القيام بذات الطريق. ماركو سيموني نجم الاي سي ميلان وباريس سان جيرمان وموناكو، بنشكرك شكرا جزيلا، وكنا سعداء باجراء الحوار معك، ونتمنى نشوفك في مصر قريب. طيب نروح لفاصل ونرجع نستقبل واحد من نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي، كابتن ماهر همام ضيف علينا في السادسه مساء بعد الفاصل.